صديقات والأصدقاء، أهلا وسهلا بكم وبكم جميعا في قناة مراكون كريم تي في الجريمة المغربية. في هذا الفيديو غادي نهضر لكم على أشهر قصة فرار من سجن مغربي، كيفاش حتى واحد السجين غادي يهرب من سجن وجدة في حقيبة باليزة قبل يومين فقط ما يتحال على غرفة الجنايات، يعني ما يتحكم. هاد السجين هو أشرف السكاكي. أشرف السكاكي هو واحد من أشهر السجناء اللي نفذوا عدة عمليات فرار من سجون عالمية، خاصة في بلجيكا فين عاش وكبر وتربى وارتكب أكبر عدد من الجرائم اللي تحكم بها. نبدأ أولا كيفاش حتى دخل أشرف للحبس ديال وجدة. أشرف هاد الشاب الوسيم الوديع المهووس بالفرار من السجون، كيفاش حتى هرب في الباليزة وذلك في نوفمبر 2010، وكيفاش غادي يتشد فيما بعد ويتحال على سجن سلا، واحد من أكثر السجون المغربية حراسة. أشرف وصحبه كانوا هربوا من بلجيكا حيث كانوا مطلوبين للعدالة، دخلوا للمغرب عبر ميناء الناظور باستعمال باسبورات مزورة. قبل ما يمشيو البركان فين استقروا في واحد لوطيل، أشرف كان تحت السمية ديال ألان بلازير وحصل على واحد الباسبور مزور بهذا الاسم، وبيه باش دخل المغرب قبل ما يتشد صاحبه بعد مدة قصيرة من الدخول ديالو المغرب. أشرف ملي ساق الخبر باللي صاحبه تشد هرب بشي طوموبيل، مشى في الطريق ديال الجبل ديال العروي في اتجاه الحسيمة. بوليس كانوا طاردوه وغادي يدير حادثة سير تصاب فيها، لكن استطاع باش يهرب قبل ما يتشد بالضبط نهار 9 أغسطس 2009. تشد ملي كان ماشي في طريقه لمدينة تطوان، وتشد معه حتى شي واحد استقبلو في دارو، دوز معه شي ايام وساعدو باش يهرب من المطاردة ديال البوليس. ومن بعد أشرف غادي يتحط في الإصلاحية ديال وجدة، تحط هو وشي جوج حيث مطلوبين طرف الشرطة القضائية الدولية الانتربول، كانوا مطلوبين بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات ديال بلجيكا، حيث كانوا هربوا من شي سجن تمايا ومتابعين بملفات مختلفة، وحيث متورطين في عملية سطو على بونوك، واحدة منها بوكستراتين. المهم أشرف تم الإيداع ديالو في السجن ديال وجدة، ومنه منين غادي يهرب وبطريقة غريبة جدا ما تجيكمش حتى للبال كيفاش ان الانسان غادي يهرب في باليزة. اشرف كان معروف عند السلطات المغربية باللي هرب كبير من السجون، السمعة ديالو كانت سابقه شحال من مرة هرب من السجون ديال بلجيكا، وهادشي علاش ضربات عليه حراسة مشددة. لكن الظروف ديال الفرار ديالو كما غادي تعرفوها غادي تدخل الشك ليكم كما غادي تسمعوا، حيت ماشي عادي جدا باش ان الانسان يخطط واحد المدة ويدخل باليزة ويتخبى في الباليزة وتخرج الباليزة ويهرب عادي سوق الخبر المدة، هذا موضوع واحد اخر. المهم ان السكاكي استطاع باش يهرب من جديد بعد ما ابدع واحد الفكرة جهنمية وذكية، وقبل ما ينفذها داير خطة محكمة ومسطرة مزيان وماشي غير بوحدو طبعا، مساعدة العشيقة ديالو هي بلجيكية من أصل مغربي وشي نزيل واحد آخر. كما قلت أشرف كان عنده واحد صديقة أجنبية جات للمغرب قبل 3 شهور، وهي اللي كانت كتخطط معها باش يهرب وينفذ هاد المهمة الصعبة وفي سرية تامة جدا. هاد السر ما كان كيعرفو غير هي وياه وشي نزيل واحد آخر اللي غادي يساعدهم الا ما كانش تواطؤ ديال شي اطراف واحده اخرى. المهم العشيقه استطاعت باش تجيب واحد البطاقه مزوره، ديك البطاقه المزوره كتاكد انها من العائله ديال اشرف وكتسكن في الناظور، وهذا الشيء علاش الدخول ديالها للسجن كان سهل بحكم انها من العائله ديالو، وكان كتدخل باش تزورو حيت الزياره العائليه مسموح بها. العمليه ديال الزياره تكررت بزاف وباش ما تثيرش الشبهة أثناء تنفيذ الخطة ديال الفرار. في مقابل سعي العشيقة وهي بلجيكية كما قلت من أصول مغربية،
في المقابل ديال السعي ديالها باش كسب الثقة ديال الجميع في السجن، كان أشرف كيدير المستحيل باش يضعف وينجح العملية كما خطوا ليها. العشيقة ديالو دخلت ليه شي أقراص خاصة باش تساعدو باش يطيح الوزن ديالو، وبالفعل في أسبوع فقط طيح 10 كيلو، وباش يوصل لمستوى كبير من الضعف يعني النحافة دار مسائل واحدة أخرى، يعني باش يخصو يكون ضعيف باش تهزو البليدة. أشرف بموازاة مع الشرب ديال ديك الأقراص كان كيدير ريجيم، وريجيم قاصح وصارم، وكيدير الرياضة بشكل منتظم وقاسي، حيت ضروري خصو يضعف بنسبة كبيرة باش تهزو الباليزة. العشيقة وأشرف استطاعوا باش يقنعوا واحد النازل في ديك السجن باش يلعب معاهم هاد اللعبة، واخا هي محفوفة بمخاطر وممكن تخرج عليه على المستقبل ديالو. بالفعل قنعوه وغراوه. في ديك النهار جات العشيقة باش تزور أشرف ودخلت مع الباليزة خاوية، وفي غفلة من الجميع تم إدخال أشرف إليها واستاس عليه وخرجتها معها مساعدة ديك النازل اللي قلنا ساعدهم. هنا فين كاين التساؤل، كيفاش سمحوا ليها باش تدخل باليزة خاوية، وكيفاش سمحوا ليها باش تخرجها بلا ما تتم المراقبة المعهودة، خاصة أن أي واحد كيدخل السجن في زيارة كيتقلب من راسو حتى الأسفل، وأي حاجة مدخلها معاه كتقلب. مهم، مع شي 4:30 من العشية ديال 22 نوفمبر 2010 غادي يتم تهريب أشرف من السجن بديك الطريقة الذكية اللي ما صارتش انتباه ديال الموظفين، ونقولها ما بين مزدوجتين ونتجاوز. أشرف كان منتظر باش يمثل يوم الأربعاء أو صباح الأربعاء 24 نوفمبر أمام محكمة السجن في وجدة، لكن للأسف تمكن من الفرار قبل يومين فقط من ذلك. الغريب أن شي قناة تلفزيونية بلجيكية كانت جاية باش تغطي هاد المحاكمة، حيت السيد مطلوب دوليا ومزبلها بزاف، كان جاي قناة باش دير التغطية للمحاكمة ديالو، لكن غادي تتفاجأ بالفرار ديالو، وطبعا غادي تبدل الموضوع صبحات كتغطي الهروب ديالو من السجن ديال وجدة. المهم بعد المغادرة ديالو ديال السجن، أشرف والصديقة ديالو وخوه ركبوا واحد الطاكسي مشاو من وجدة للناظور، كانوا باغيين باش يحركوا باش يهربوا خارج أرض الوطن، يرجعوا للخارج. مشاو تخبعوا، أو بالأحرى العشيقة وأشرف مشاو تخبعوا في واحد المنطقة ديال الشرانة. هاد المنطقة كاينة في جماعة بني شيقر بإقليم الناظور، باتوا عن شي واحد العائلة ديالهم، العائلة بالضبط ديال الصديقة ديالو. لكن الخبر ديال الفرار والوجهة كانوا تشاحوا البوليس متعقبينهم، وما داز غير نهار حتى كانوا في القبضة ديال البوليس ديال لابيجي ديال الناظور. شدوهم في ديك الدار ديال شي واحد من عائلة البنت فين دوزوا الليلة قبل ما يتشدوا في الصباح، وخوهم تشد في موقع واحد آخر. هاد الفرار جاب مشاكل لكل شيء، الموظفين تمت المساءلة ديالهم على التقسير، كيفاش واحد يهرب من الحبس وفي الباليزة، موظفين معاقو باللي هرب حتى تسالت فترة الزيارة ديال أقارب النزلاء. تماك ملي دارو لابيل عيطوا على أشرف ما لقاولوش حتى شي أثر في السجن. نضت القيامة كل شيء دار لاليرت، وتم إخبار البوليس ديال ولاية أم وجدة اللي دخل على الخط باش يحقق في ظروف ديال هاد الفرار. ملي تشد أشرف بعد الفرار ديالو من الحبس، جات الشرطة البلجيكية للمغرب باش تحقق معاه، ماشي على الفرار ديالو من الحبس وجدة، بل على الفرار ديالو من سجن مدينة بروج، هو شي جوج مغاربة واحدين اخرين كانوا تشدو في وجدة بدورهم. هنا عاود طريقة مثيرة باش هرب. أشرف كان هرب من سجن بروج باستعمال مروحية ليكوبتير، وهاد المرة في وجدة في باليزة. الفرار ديالو غريب وكيطرح أسئلة أغرب حول كيفية نجاح العملية. مهم، أشرف الإشارة فقط تعرف بالانتماء ديالو للشبكات ديال التجارة في المخدرات وديال السرقة، ودار بزاف ديال العمليات الفرار من السجون خاصة البلجيكية، منها الفرار ديالو في 2003 في تورن هاوس، وزيد عليها الفرار بليكوبتر من سجن بروج، وحد جا الفرار ديالو من سجن وجدة. أشرف دار السوابق القضائية على بكري، كان عمره 13 عام اللي تشدته الشرطة في ميشيلين في تزاد وكبر، شدته بالتهمة ديال السرقة وحمل السلاح والتهديد به،
ومن تماك غادي تزاد العمليات ديالو، ومن معاه ما كانش غير بوحدو. السمعه ديالو غير ما زادت تكفسات عند السلطات البلجيكيه اللي اعتبرته العدو رقم واحد ديال الشرطه البلجيكيه. اما حكايته مع الهروب من الاصلاحيات والسجون فبدات من مركز الشباب الاكثر امانا في بلجيكا، وكيقول والله اعلم بلي هرب من السجون 15 مره من مراكز احتجاز سجناء الاحداث، حتى انهم لقبوه بملكي الهروب. شكرا لحسن استماعكم، واتمنى ان تكون القصه في المستوى ديال التطلعات ديالكم، والا فرصه لاحقه دمتم او في القناه ودامت افراحكم.